مساء الخير على حضراتكم، برحب بيكم حلقه جديده من همزه وصل، البرنامج اللي من خلاله بنتواصل مع حضراتكم في احد اهم الموضوعات اللي بتمس كل واحد فينا. قبل ما نبدا الكلام عن موضوع حلقتنا الرئيسي، اسمحوا لي ابدا باول فقره معانا وهي فقره الرد على شائعه. طبعا بالنسبه لي هذه الفقره من اهم الفقرات، لان في حرب شائعات كبيره جدا. احنا في وقت الناس بتستغل فيه الازمات وبتستغل فيه كل الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، وعلى طول تحول هذه الموضوعات لشائعه، والغلطه اللي الناس بتغلطها ان هي بتعمل شير على الفيسبوك، صفحات التواصل الاجتماعي، او حتى على الواتساب للاسف الشديد. خلوني ابدا مع حضراتكم اول حاجه بفقره الشائعه، والشائعه النهارده خاصه بالثانويه العامه. الشائعه بتقول الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثيه للمواد غير المضافه للمجموع بالثانويه العامه، ولكن ده غير صحيح تماما. والرد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زي ما مكتوب قدام حضراتكم ان ده غير صحيح. نوضح ان امتحانات المواد غير المضافة المجموع سيتم اداؤها بنظام البوكلت من المنزل، حيث سيستلم الطلاب البوكلت الخاص بتلك المواد والإجابة عليها بالمنزل، على ان تسلم بالمدرسة او المدرسة التابعة ليها الطالب في الموعد المقرر. معانا على الهاتف دكتور محمد فتح الله، وهو خبير نظم التقييم والامتحانات. عايزين برضو نستفسر منه عن معلومات اكتر خاصه بهذه الشائعه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور، زي ما حضرتك تابعت معانا الشائعه وهي الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثيه للمواد غير المضافه للمجموع بالثانويه العامه، ايه اللي حضرتك ممكن تضيفه للناس عشان توضح ان هذه شائعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وعلى في الاول يعني احب اطمن ابنائنا واسرنا على ابنائنا في الثانويه العامه، ويا رب يعني ما يكونش القلق مرتفع. احنا عندنا قلقين، قلق الامتحانات العاديه وقلق جائحه كورونا. الحمد لله رب العالمين، بنطمنهم ان الامور الى حد ما منضبطه وكويسه، وان شاء الله ابنائنا يحققوا اللي هم عايزينه في ورغبتهم. ما فيش حاجه جديده غير ان الامان الصحي والدعم النفسي والدعم اللي بتقدمه الدوله لابنائنا في الامتحانات الثانويه العامه، اللي هي يعني تعتبر قمه الهرم التعليمي قبل الجامعي. ما فيش تغيير في ما طرح. اعتقد الشائعه شائعه، ان شاء الله ابنائنا في المواد اللي هي غير مضافه للمجموع هياخدوا البوكلت العادي وهيجاوبوه في البيت ويسلموه، ودي نوع برضو تخفف عمليه القلق من الاختبارات والسريه بتاعتها، وان الاختبارات يعني مش بعبع، يعني حاجه برضو مالوفه، نقدر نخفف عنهم شويه من القلق اللي بينتابهم اثناء الامتحان. وقلق طبعا اللي احنا كلنا في العالم كله مش في مصر بس بينتابنا القلق من انتشار جائحه كورونا والخوف على ابنائنا، وربنا يحفظهم ويحميهم يا رب. والله يا دكتور انا بضم صوتي لحضرتك، لان حضرتك زي ما قلت بعبع الثانويه العامه هو عامل رعب وقلق كبير قوي لكل الناس، سواء كان اولياء الامور او كان الطلبه او حتى الناس العاديين اللي ليها قرايب في الثانويه العامه، فما بالك فعلا الناس اللي جوه الثانويه العامه كمان. طبيعي جدا القلق، قلقين، قلق الكورونا وقلق طبعا الامتحانات بشكل كبير. انا بضعف بقى، انا عندي توأم بقى يعني ادعي لي كمان ومش عنيد. انا عندي توأم في الثانويه العامه، ربنا مع حضرتك يعني القلق اثنين ربنا مع حضرتك يا فندم. يا رب يخليك، يا رب يخليك. طبعا انا بتمنى لتوأم حضرتك، بتمنى لكل طلبه مصر ان شاء الله يا رب ان الفتره دي هتعدي، الفتره دي بالنسبه لهم هتبقى فتره سهله جدا، هيفتكروها وهيضحكوا، ويعني ان شاء الله هتبقى فتره سهله على كل طلبه الثانويه العامه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فتح الله، خبير نظم التقييم وايضا الامتحانات. طيب عايزه اقول لكم على موضوع حلقتنا الرئيسي النهارده. الصراحه ان وزاره الشباب والرياضه على مدار الفتره اللي فاتت ما كانتش ساكته، وزاره الشباب والرياضه كانت بتطلق عدد كبير جدا من المشروعات ومن المبادرات ومن الانشطه على موقعها الرسمي، سواء كان الموقع الرسمي ده على صفحاتها الرسميه على السوشيال ميديا او كان على موقعها الرسمي او الويب سايت الخاص بيها. الصراحه ان هذه الانشطه لاقت تفاعل كبير جدا من الشباب. الشباب مختلف الاعمار طبعا، انا بتكلم على مرحله الشباب، بتكلم كمان على الاطفال، لان كل الشباب والاطفال من جميع المحافظات عجبهم جدا هذه الفكره وتفاعلوا بشكل كبير جدا، وبقى كمان 10 مليون شاب وفتاه من كل المحافظات، كلهم طبعا عجبهم جدا هذه الانشطه. اسمحوا لي قبل ما ابدا مع حضراتكم
وقبل ما نتكلم على موضوع حلقتنا الرئيسي، عندنا فقرة اسمها What's Trending، ايه اكتر حاجة او ترند شاغل الناس على السوشيال ميديا. صراحة ان الترند لطيف جدا، وهو غرد كأنك في 2050. غرد كأنك في 2050، الناس كلها عمالة تعمل تغريدات طبعا بتتخيل ايه اللي هيحصلها في 2050 وايه الاوضاع اللي ممكن تتغير. تعالوا مع بعض نشوف مودة ليها تعليق بتقول ان العالم لا يوجد فيه خونة الأوطان ومرتزقة تدمير الشعوب، العالم جميل بشعوبه المحبة للسلام، الجميع متعايش من جميع الأديان، كلنا بشر بإذن الله، مصر أجمل وأجمل بناسها المحترمين. أشكرك يا مودة على هذه التغريدة. معنا تغريدة أخرى من ضياء زيدان. ضياء بيقول الله يرحم، زمان كانت العربية بتمشي بحاجة اسمها البنزين بدل من الكهرباء. طبعا كل واحد خياله بيروح لبعيد جدا، وضياء منهم، وشايف طبعا البنزين مش هيبقى موجود، الله أعلم بقى ساعتها هيكون في ايه. أيضا مصري بيقول فاضي ياسطى رايح فين، رايح زحل بدل من الأرض. صراحة يعني تغريدات لطيفة جدا، لأن احنا في وقت محتاجين فيه ده. الناس كلها دلوقتي عندها تشاؤم كبير، وفي ناس كتير عايشه حاله من الاكتئاب، حاله من الاكتئاب حتى لو مش مصابه بالفيروس، ولكن الحاله العامه اللي احنا شايفينها على السوشيال ميديا او ما بيننا وما بين بعض، محتاجين فعلا نفك، ومحتاجين ان احنا عشان نرفع مناعتنا نحاول بقدر الامكان نبقى متفائلين. نكمل التغريدات معانا من لوليتا، وبتقول اخيرا قضينا على فيروس كورونا، انا والثلاثه اصحابي ايه فاضلين. يعني كورونا كمان ما بتتخيلش طبعا كورونا في 2050 اكيد يعني هتبقى انتهت ان شاء الله. مؤمن النمر بيقول اليوم شفاء اخر حاله كورونا في العالم. ليه بس التشاؤم ده يا مؤمن؟ يعني 2050 واحنا في 2020، 30 سنه يا مؤمن، حرام عليك. طيب من واي مي، ممكن حضرتك تقول لينا كيف يتم القضاء على فيروس كورونا بصفتك احد المساهمين في اكتشاف العلاج؟ الحكايه بدات في 2020. معنا تغريدة أخرى من 59 بيقول كان في أبليكيشن اسمه تويتر، حاجة تانية اسمه فيسبوك، واتساب، وكان في شركة عملاقة زمان اسمها أبل، وحاجات غريبة كان بيستخدمها الناس قبل تطور الذكاء الاصطناعي. أنا معاك جدا طبعا في تغريدة زي دي، لأن أكيد تكنولوجي كل يوم هنشوف تكنولوجيز كتيرة جدا، واتساب بقى وفيسبوك، الحاجات دي هيبقى راحت عليها بشكل كبير. طيب نشوف تغريدة تانية وهي تويتر تقيل ده في 2050 برضو، وتغريدة أخرى معانا من نرمين الشيمي، ودي آخر تغريدة بتقول إن الحكاية بدأت بيوم أجازة لسوء الأحوال الجوية، ومن يومها وإحنا على نفس الحال، وكلنا بصراحة بنقول نفس الحاجة على الفيسبوك، ولكن إن شاء الله يا رب الفترة دي تعدي. طيب دي كانت تغريدات سريعة جدا في فقرة What's Trending. بعد الفاصل إن شاء الله هنبدأ مع بعض موضوع حلقتنا الرئيسي، ابقوا معنا. نرجع مع حضراتكم مرة تانية، وتعالوا نبدأ موضوعنا الرئيسي. وزي ما قلت لكم من شوية ان احنا موضوع حلقتنا الرئيسي هيكون عن تفاعل الناس مع الأنشطة والمبادرات وكل حاجة بتطلقها حتى المشروعات وزارة الشباب والرياضة على صفحاتها الرسمية، سواء كان على السوشيال ميديا أو حتى على الويب سايت الخاص بيها. زي ما قلت لكم ان التفاعل كبير، التفاعل فعلا يستحق ان احنا نستوقف عنده، لأنه 10 مليون شاب وفتاة من مختلف المحافظات. خلونا نتكلم بشكل مفصل أكتر عن هذا التفاعل مع أستاذة عزة الدري، وهي رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وهي مشرفاني على الهاتف، وأيضا أستاذة نجوى صلاح وهي رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة. مساء الخير على حضراتكم. أهلا بحضرتك. طيب استاذة عزة، اسمحي لي ابدا مع حضرتك، وانت رئيس الاداره المركزيه للطلائع بوزاره الشباب والرياضه. الصراحه انا لما اتقال لي على الموضوع بتاع حلقتنا النهارده، انا قمت داخله على طول شفت الصفحات على الصفحات الرسميه في ايه فيها، لقيت حاجات جميله جدا من الطلائع، لقيت موضوعات مختلفه، لقيت تفاعل مختلف، يمكن كان في بنتين كمان عجبوني جدا وهم بيقولوا للناس بعض النصائح
طبعا بيخاطبوا الاطفال على النصائح الخاصه بكورونا، ولكن بطريقه طريفه وطريقه الاطفال هيحبوها بشكل كبير. عايزه اعرف طبعا تفاصيل اكتر من حضرتك على هذه الانشطه. اتفضل. عايزه اقول لحضرتك ان احنا في بدايه ازمه جائحه كورونا، وشايفين تعامل الدوله المصريه والاجراءات اللي كانت استباقيه وحسينا بيها كلنا، فاحنا فكرنا كوزارة الشباب، وطبعا كان بتوجيهات من الدكتور اشرف، ان احنا لازم نساعد الدوله، ان احنا ازاي نساعد الدوله في اول، ونحول كل كمان برامجنا اونلاين. واول حاجه ابتدينا بيها ان كان ساعتها الجائحه لسه ظاهر الموضوع جديد، فنظمنا مسابقه الكترونيه للاطفال. طبعا احنا عارفين الاطفال كانوا قاعدين في البيت، ناس يعني متضررين قوي بصراحه اكتر مننا، احنا زهقانين، فما بالك فعلا الاطفال. بالظبط بالظبط، مفتقدين اصحابهم، مفتقدين خروجهم، مفتقدين ان هم يتواصلوا واهاليهم قاعده معاهم. فعملنا المسابقه الالكترونيه، كان وسمحنا فيها بمساعده جميع افراد الاسره، اب ام اخوات، لطرق الوقايه، المخاطر، الاصابه، العدوى، ما يجب فعله في حاله الاصابه، في مجالات بقى الشعر والرسم والكاريكاتير والافلام القصيره. في برنامج كان قرض عندنا، برنامج سفراء ضد الفساد، دول طلائع في محافظات الجمهوريه بيحاربوا الفساد المجتمعي، ومنها محاربه الشائعات اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها في بدايه البرنامج، ومحاربه الغش ومحاربه التنمر. فالولاد دول كانوا بيقوموا بمبادرات على الارض، يحولوها كلها بحملات على السوشيال ميديا، كلها اونلاين، كلها اونلاين، ازاي حمله لايقاف نشر الشائعات والاخبار المحبطه، حملات لنبذ العنف والتنمر على مصابي كورونا، حملات لدعم العماله الغير منتظمه، حملات لنشر المنصات التعليميه ومواقع عمل الابحاث اللي كانت بنساعد وزاره التربيه والتعليم فيها. عملنا حملات كتيره للتوعيه ضد فيروس كورونا، ده برنامج بالنسبه للتوعيه. عايزه اقول لحضرتك ان 10 مليون شاب، تغيير 15 مليون شاب يمكن اكثر من الاطفال تفاعلوا في برامج وزاره الشباب. منها عملنا برنامج اوركسترا من البيت، خلينا الاطفال يقدموا اعمال هادفه وناجحه. انا بصراحه اتفرجت على حاجات فعلا اذهلتني، لان انا حسيت ان انا مش بتفرج على اطفال، انا حسيت ان انا يعني بتكلم وبتفرج كمان عن شباب وعن كبار في السن، يعني الطريقه اللي بيتكلموا فيها، الطريقه اللي بيعرضوا فيها كل اللي في دماغهم، بصراحه كانت طريقه اكبر من سنهم كتير وحاجه جميله. لان فعلا اشكرك ان ده وصل للمجتمع، لان حولنا ازاي نستخدم التكنولوجيا في عمل هادف، وازاي نستخدم الفن في عمل هادف، وقيمه العمل الجماعي وتواصل مع اولادهم. احنا خرجنا بره كمان الاطار مصر، ده عملوا اوركسترا مع اطفال من لبنان، عملوا رساله للتوعيه خليك في البيت بلغات كل اطفال العالم، لان كانوا في اطفال عندنا في شهر 11 مهرجان اطفال العالم، فالولاد تواصلوا معاهم وعملوا الرساله. أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك عن النقطة دي يعني بالتفصيل، ولكن اسمحي لي أروح لأستاذة نجوى صلاح، وهي رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وطبعا يعني أرجو أن تبقي معنا أستاذة عزة. أستاذة نجوى، عايزة أتكلم برضو بشكل مفصل أكتر عن الأنشطة الثقافية اللي تم طرحها على الصفحات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، سواء كان على السوشيال ميديا أو كان على الويب سايت. اتفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الله يخليك. احنا اول ما بدا الموضوع طبعا كان عندنا مسابقات كبيره بنعملها بحضور الشباب وتواجدهم على المسرح، كان من ضمنها مسابقه ابداع لشباب الجامعات. فاول حاجه قابلتنا ان احنا عملنا المسابقه وعايزين نعلن النتيجه، فهنعلن النتيجه ازاي ونعرف الولاد اللي فايز ازاي ونعرض له شغله ويفرح وينبسط ويعرف ان هو كسب معانا في المسابقه. فكان اول شيء عملناه اونلاين ان احنا عملنا اعلان نتيجه مهرجان ابداع اونلاين. ففكرنا ان احنا كل لجنه نجيب منها اعضاء لجنه التحكيم يقول النتيجه، ونعرض للولاد اللي هم فايزين لقطات ليهم وهم مثلا بيمثلوا مسرح، وهم بيغنوا، وهم بيناقشوا ابتكارات علميه، الطالب المثالي وهو بيتكلم. فكان ليها صدى كبير جدا على السوشيال ميديا، ولقينا يعني التفاعل كان من البدايه، كمان التفاعل كان من بدايه حتى اعلان النتيجه بتاعت مسابقه ابداع من بدايه الموضوع. لان احنا كان الولاد لازم يعرفوا نتيجتهم، يعرفوا ان هم تميزوا وفازوا. فطبعا احنا دي قلنا لازم نزاحها ازاي، فكان دي اول حاجه عملتها جزاء اونلاين.
فطبعا لقينا تفاعل كبير والولاد كلهم بقوا مبسوطين جدا وبيشوفوا نفسهم ويعيدوا تاني الفيديوهات والحاجات اللي احنا عاملينها. فطبعا احنا قلنا ليه بقى ما نكملش في يعني احنا مش هنقعد بقى، مش عارفين ان احنا بقى عندنا حاجه ممنوع التجمعات وكده، وزاره الشباب توقف عن الشغل بتاعها. فعندنا مشروع كبير بننفذه اسمه اقرب بلدك، اللي هو عباره عن رحلات بننفذها بنعرف الولاد، مثلا قطر الشباب بيروح الاقصر واسوان، رحلات للمحافظات المختلفه، فحولناها اعرف بلدك اونلاين. كل حاجه حولتوها اونلاين طبعا علشان ده ما يقفش، والشباب والاطفال يعني يفضلوا يتعلموا ده حتى اونلاين في ظل الظروف اللي احنا فيها. طبعا، وعشان تمشي النشاط وكمان تشغلي اللي قاعدين في البيت دول، هم قاعد في البيت مش هيعمل حاجه، فبدانا نقول لهم صور محافظتك وابعت لنا الصور ونعملها مسابقه وتحكيم وجوائز ماديه. فقدرنا ان احنا نخلي الولاد على طول متفاعلين مع مشروع اعرف بلدك وعارفينه وشغالين فيه. كان نفسي من زمان في حاجه ان انا ارجع القرايه، الولاد يقروا، يعني بدل ما هو يضيع وقت كتير قاعد على مواقع التواصل ويقلب ومعلومه مغلوطه او كده، فكنا حابه ان هو يرجع يقرا. فاخترنا ان احنا نعمل مسابقه اسمها اقرا واكسب، الولاد يقروا قصص، واخترنا لهم الاول كاتبين محبوبين جدا للشباب، احمد مراد واحمد خالد توفيق، وبعدين المرحله اللي بعديها الاستاذ احسان عبد القدوس الكاتب الكبير في ادريس، بحيث ان الشاب يقرا القصه ويعمل. صراحه انا بحييكم على ذكائكم في اختيار الانشطه، وذكائكم كمان في التعامل مع الاطفال ومع الشباب، لان دي حاجه يمكن الناس تستسهلها او حاجه سهله، بالعكس دي حاجه صعبه جدا ان انت تخاطبهم بالطريقه اللي هم يسمعوك بيها وينفذوا فعلا اللي احنا عايزينه. طبعا لازم تبدأي معاهم بحاجه بيحبوها عشان تحببيهم في اللي انت بتعمليه. فلقينا برضو تفاعل كتير ما شاء الله، والولاد عملت القصص وقرت القصص وعملت ليها ملخصات، ولجنه كبيره جدا برضو كتاب كبار حكموا المجالات دي وطلعوا القصص دي. حتى احنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله هننزلها كملخصات، يعني اللي حابب يقرا مثلا، اللي ما قدرش يقرا كتاب كامل يقرا ملخص بتاعه 100 صفحه، يقدر يقرا الملخص بتاعه 20 صفحه، يقرا بس الكتاب والكاتب قال ايه ونبذه عن الكاتب. فبرضه هننزلها الحاجات اللي عندنا دي، بحيث ان الولاد برضه يقدروا يتواصلوا ويعرفوا الدنيا فيها ايه، والكاتب يعني ممكن يحب من الملخص القصه ويبدا يقراها كلها بعد كده. طبعا احنا عندنا اولاد بيحبوا جدا الفنون، طبعا انت عارفه احنا اداره فنيه برضو، فكنا لازم نكمل تعليم الالات الموسيقيه، فعلمناهم عملنا ورش للتدريب على تعليم الكمانجه من الزيرو بقى، حتى لو هو ما يعرفش اي انا حاجة. عاجبني قوي التنوع بجد، يعني عاجبني ان احنا من الجانب الاكاديمي حته القراءه وحته ان احنا فعلا نفتح اذهانهم على حاجات كتير للاسف الشديد شبابنا واطفالنا يعني نسيوها او حتى ما تربوش عليها، وحته القرايه طبعا اللي احنا للاسف مهملين فيها في مصر بشكل كبير، حته برضو الفن، التنوع الكبير ده جميل جدا بجد، انا بشكركم عليه من كل قلبي. طيب استاذن حضرتك، اتفضلي. انا استاذن حضرتك ان تبقي معنا على الهاتف، وهروح مره اخرى لاستاذه عزه الدوري وهي رئيس الاداره المركزيه للطلائع بوزاره الشباب والرياضه. استاذه عزه حضرتك كنت بتكلميني على التفاعل ما بين اطفال مصر واطفال لبنان من خلال اوركسترا في البيت، قولي لي اكتر تفاصيل عن هذا التفاعل وعن هذه الاوركسترا. احنا عندنا في وزاره الشباب في ما يقرب من 200 فرقه على في مراكز الشباب، فرق متخصصه بيدربوها مدربين متخصصين. طبعا بعد الاجراءات الاحترازيه وتوقف هذه الانشطه كان لازم نشغل الولاد، فكان في تواصل ما بين المدربين والاطفال. فجت الفكره ان احنا ليه ما نعملش الاوركسترا ده اونلاين من خلال تواصل المدربين مع الاطفال، ونعمل عمل يساعد الدولة المصرية ويساعد الدول العربية في التوعية ضد فيروس كورونا. والمنتج اللي حضراتكم عرضتوه على الشاشة ده بعض الأعمال اللي أنتجت يعني من قبل وزارة الشباب. هناك أيضا أغنية هي يعني تقريبا من 4 أيام نزلت على السوشيال ميديا، لغاية الآن محققة 4,300,000 مشاهدة. دي كانت رساله من الاطفال ان هم لاولياء الامور ان هم يعني يحافظوا عليهم ويتبعوا التعليمات والارشادات بتاعه الدوله. هناك برامج اخرى في التنوع اللي حضرتك ذكرتي عليه، التنوع في برنامج روبوتات، ده برنامج وزاره الشباب بالتعاون مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ده برنامج بيعلم الاطفال ازاي يصنع روبوت، ازاي يصنع انسان الي، ازاي بيعلمه ازاي يصمم يحل المشكلات،
اساسيات البرمجه، ازاي نبقى منتجين للتكنولوجيا ومصدرين، مش مصدر مش 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 مستخدمين ليها. البرنامج دوت انا ما كنتش متخيله تفاعل الاطفال واولياء الامور. المرحله الاولى بتاعه بنبث فيديوهات، في نهايه الفيديوهات بيبقى في امتحان للاطفال. المرحله الثانيه بنعمل مسابقه، الاطفال بيعملوا روبوت بدائي حلو قوي. اما ينجحوا في المسابقه ديت وزاره الشباب هتقدم لهم شنطه هديه كل الادوات اللي يقدروا يصنعوا روبوت حقيقي. بعد انتهاء الفتره الاحترازيه ورجوع الحياه الطبيعيه ان شاء الله هيكون في كامب هنأهل الاطفال اللي تعدوا المراحل ان هم يدخلوا في مسابقات دوليه للبرمجه. هناك مسابقه اخرى، يعني احنا برضو البيت المصري كان شويه في حاله زي ما ذكرت حضرتك، الاطفال زهقانين، الاهالي زهقانين، فقلنا نعمل حاجه فيها تفاؤل، فعملنا مسابقه هنغني للحياه. وعملنا المسابقه ديت للتفاؤل وحب الوطن وحب الحياه في ثلاث محاور، يعني تقدم لنا اعداد كبيره جدا، يمكن وصلت 2.5 مليون مشارك. جميل. عندنا برنامج تدريبي لتنميه اللغه عند الطفل في 5 لغات، انجليزي، فرنساوي، الماني، اسباني، تركي. المشاركات برضو كانت متنوعه، من مدارس حكوميه، معاهد ازهريه لغات، مدارس انترناشونال. الجديد في الكورس ان هو عباره عن معايشه وممارسه اللغه، عشان كده احنا حاطين في البرنامج نفس البرنامج برنامج تدريبي للاسره ولولي الامر عشان يقدر يتفاعل مع ابنه. ده بالاضافه بقى لمسابقات، كان الصوت الذهبي في الانشاد وفي القران الكريم. عايز اقول برضو ان كان في مسابقه بعد ما اتفرجنا في رمضان على مسلسل الاختيار عبر من قلبك، وحسينا بقيمه كل واحد بيدافع عن مصر وقد ايه بيضحي عشانها. كل الاحداث دي خلتنا نفهم قد ايه سينا غاليه وان بلدنا قويه. فقلنا لهم عبروا من قلبكم، الفرصه جات لك عشان تعبر عن الابطال دول. فمن خلال رساله بتوجهها للأبطال. انا فعلا والله عاجزه عن شكر حضرتك، عاجزه عن شكر كل اللي بيقوموا بالمجهودات دي على مدار الفتره اللي فاتت. وانا بنصح كل اب وام ان هم فعلا يدخلوا على الصفحات الرسميه لوزاره الشباب والرياضه، لان الكل دلوقتي بيتساءل على صفحات التواصل الاجتماعي ازاي نقدر نلهي اولادنا في الفتره اللي احنا فيها، سواء كانوا اطفال او حتى شباب مش لاقيين اي حاجه يعملوها في الفتره دي والزهق فظيع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عزه الدوري، رئيس الاداره المركزيه للطلائع بوزاره الشباب والرياضه. ومره اخيره برجع لاستاذه نجوى صلاح، رئيس الاداره المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعيه بالوزاره. يعني انا كنت لسه بتكلم مع استاذه عزه عن الانشطه طبعا المختلفه، وهي كانت لسه حتى بتقول لي على مسلسل الاختيار ومسابقه عبر من قلبك والتفاعل الرهيب بعد هذا المسلسل. عايزه اعرف تعليق حضرتك على ده. اكيد طبعا، احنا بنربط الولاد دايما بالوطن وبنحاول ننمي لديهم الولاء والانتماء. فانا كنت حابه اقول لكم على مسابقه برضو احنا عاملينها، التفاعل عليها كان كبير جدا، اللي هي لوجو العاصمه الاداريه. لوجو العاصمه الاداريه؟ احنا قلنا ليه ما نشاركش الولاد ان هم يصمموا لنا لوجو للمشروعات القوميه الكبيره. الله، فعلا على اساس تبقى الشباب مشاركه في دوت بشكل كبير. فطبعا احنا عملنا المسابقه وكان عليها اعداد رهيبه ما شاء الله من الشباب، ولجان التحكيم طبعا نقيب الفنانين التشكيليين دكتوره صفيه وعمداء كليات الفنون التطبيقيه وفنون جميله، اثنوا كلهم على اداء الشباب وتميزهم، وان فعلا الولاد تعبوا وقروا كتير علشان يوصلوا ان هم يعملوا اللوجو يعني يدخلوا المسابقه وهم واثقين من نفسهم وعاملين حاجه تشرف وحاجه كويسه جدا. وحاليا احنا بنطرح برضو مسابقه ثانيه لمدينه بنبان اللي هي للطاقه الشمسيه في اسوان، ولوجو لمدينه دمياط للاساس، بحيث ان الولاد، هي الهدف منها ان الولاد يقروا يعرفوا البلد بتحصل فيها ايه. هو لازم يقرا عشان يقدر يعرف يصمم اللوجو اللي هيصممه للمشروعات القوميه الكبيره. من اكبر المشروعات بقى اللي عليها تفاعل والوزاره عاملاها، عاملين مسابقه اسمها ايجي تالنت فور يوز. عباره عن ايه ايجي تالنت فور يو؟
بص حبيب قلبي، احنا بقى ايه يعني الولاد طبعا كل واحد عنده موهبه، والمسابقه دي بتتم على موقع ليها صفحه مخصوصه وعليها حوالي 6.5 مليون متابع. اوكي. مثلا ايه، عملنا مسابقه ارسم يحيى فخراني، الولاد ترسم لوحات للفنان يحيى فخراني في مشوار حياته كلها. واكبر دعم بناخده في المسابقه دي من الفنان نفسه، يعني مثلا الفنان يحيى الفخراني عمل معرض للولاد كبير عنده في مسرح كايرو شو، وجميل الحقيقه، ويعني من الشخصيات اللي تدخل القلب سواء كان من الكبار زينا او من الاطفال بصراحه. طبعا دعم الشباب ان هو استقبلهم وفي المعرض واستور معاهم كلهم، وكانت لوحات اكثر من رائعه وهم ادوها له هديه برضو. مثلا غني لتامر حسني، الفنان تامر حسني برضو، الولاد اللي فازوا معانا في المسابقه طبعا مش قادر اوصف لك التفاعل. جه مسرح الوزاره وغنى معاهم، وكمان استضافهم معاه في حفله كبيره في المناره، غنوا معاه الشباب الصغيرين كداعم للمواهب الصغيره. الفنانه انغام برضو قلنا غني الانغام. طيب ده كان قبل الكورونا، دلوقتي ده مكمل برضو لا اونلاين؟ ده دلوقتي في اوقات الكورونا. اوكي، انا افتكرت ان هي الصور وان هم نظموا. لا تامر حسني لغايه تامر حسني قبل الكورونا. بس انغام بقى ومشهد الاول لا ده طبعا في وقت الكورونا. وبرضو ان شاء الله باذن الله هنكمل بنفس الشكل لما الوقت ان شاء الله يسمح بتجمعات، هنعمل حفلات بحيث ان الولاد برضو تاخد الدعم من الفنانين الكبار اللي شاركوا معانا في المسابقات دي. طب اسمحي لي كمان، انا كنت قريت عن حرف يدويه، انتوا كمان بتعلموا الاطفال الحرف اليدويه، وعايزه القي الضوء على حاجه زي دي، لان من الحاجات برضو للاسف الشديد كانت مهمله وكانت هتبقى حاجه نادره الفتره اللي جايه، ولكن الحمد لله اتلحقت. ازاي بتقدروا برضو تمرنوا الاطفال على ده؟ الحرف اليدويه دي احنا في مراكز الشباب عندنا انديه فتاه، انديه تطوع، انديه كشافه وجواله، اللي بندرب من خلال الاماكن دي الولاد على الحرف اليدويه والتراثيه. يعني في محافظات معروفه بحرف مميزه ليها، يعني مثلا الوادي الجديد ليه حرف معينه، شمال سيناء، جنوب سيناء، المحافظات بني سويف، كل محافظه ليها حاجه بتبقى مفتخره بيها، الفيوم، الخوص. فاحنا بنحاول ان احنا الحرف دي ما تندثرش، يعني فبنحاول جوه مراكز الشباب بتاعتنا بنعمل تدريب من خلال مدربين متميزين طبعا. وحاليا احنا كمان بندور لهم على فكره جديده ان احنا تطوير الحرف، مش مجرد ان هي الحرفه القديمه، لا احنا دلوقتي بنتعامل مع جهات تانية ان احنا نشوف ازاي نطور الحرفه القديمه، ازاي نحط عليها لمسات مميزه بحيث انها تصلح لتصدير، تصلح انها تتحط في معارض دوليه. فده الفكر الجديد كمان، ان احنا بنطور، مش مجرد ان انا بحافظ او بدرب على حرف تراثيه، لا ده انا بطور في شكلها وجودتها بحيث انها ممكن بعد كده تنافس في السوق في انها تتباع. وبنعلم برضه يعني والله انا مهما قلت لحضرتك ان انا ما فيش كلام شكر اقدر اوافيكوا بيه حقكم هيبقى قليل جدا، لان بصراحه لما حد بيشوف عقول متفتحه بالشكل ده، واكيد احنا هنطلع اطفال طلائع وهنطلع شباب طبعا جيل جميل الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكركم ان كل المجهودات دي طالعه من قلبكم فعلا واصلة للناس، وأكيد تستحقوا هذا التفاعل وأكثر. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة. وبينضم إلي عبر الهاتف أيضا أستاذ طارق رمضان، وهو الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. أستاذ طارق، يعني الوزير طبعا وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي أشاد بكل هذا التفاعل والأنشطة والمبادرات والبرامج اللي تم إطلاقها على الصفحات الرسمية للوزارة، سواء كان على السوشيال ميديا أو على البوابة الإلكترونية. عايز أعرف حضرتك يعني قراءتك لخبر زي ده، أو لما تعرف أن في برامج ومبادرات بالشكل الجميل ده وتفاعل 10 مليون شاب وفتاة و15 مليون من الطلائع، رد فعل حضرتك كان عامل إزاي؟ لا الحقيقه طبعا القصه اللي بتعملها وزاره الشباب والرياضه سواء على البوابه الالكترونيه، اللي هي شباب مصر الحقيقه محققه طفره كبيره جدا، سواء حتى في التفاعل مع الشباب الافريقي، يعني هي مش مقتصره على الشباب المصري فقط، البوابه عندها اقسام كثيره جدا في اللي بتتكلم باللغات واللكنات الافريقيه، وعامله مردود افريقي بشكل جيد جدا. فده الحقيقه استخدام التكنولوجيا
نسبه بالظبط الشباب والرياضه، حتى في المؤتمرات اللي بيعقدها الكابتن الوزير حقيقة بيعمل مؤتمرات على طريق الفيديو كونفرنس، والتفاعل بشكل واضح مع كل قياداته ومع كل المبادرات وكل الموضوعات اللي هو بيشتغل عليها، بيقدم نموذج كيفيه استخدام التكنولوجيا في التواصل مع افكار الشباب. والحقيقه الافكار الشباب اصبحت متطوره جدا، تحتاج الى من يناقشها بنفس المفهوم وبنفس الشكل اللي هو بيشتغل عليه. فبالتالي احنا امام منظومه الكترونيه رائعه بالسيد الوزير وبالنسبه لوزاره الشباب والرياضه. طبعا يعني مشكورا، انا بشكر حضرتك على ده، بس انا عايزه افهم الناس برضو بشكل سريع. يعني حضرتك اشرت في الاول ان على البوابه الالكترونيه الشباب، مش شباب مصر بس، ولكن هو ايضا شباب من افريقيا، ويمكن الناس اللي ما دخلتش على البوابه الالكترونيه مش عارفه التفاصيل الصغيره دي. اسمح لي اعرف كل المعلومات يعني باسرع وقت ممكن من حضرتك الخاصه بالبوابه الالكترونيه طبعا وبهذه الانشطه. الحقيقه طبعا البوابه شباب مصر برئيس تحرير الاستاذ جمال نور الدين رئيس تحرير البوابه، عاملين اقسام للتفاعل ما بين الشباب المصري والشباب الافريقي. يعني الموضوعات يتم ترجمتها بنفس اللكنه بنفس اللغه اللي بتتكلم بها عديد من الدول الافريقيه، وبيتم وضعها على البوابه، وبيتم التفاعل مع شباب عن طريق التعليقات، التواصل مع هؤلاء الشباب اللي بيقروا هذه الموضوعات بلغتهم، التفاعل معاهم وناقشتها بشكل واضح وصريح جدا. حضرتك لو دخلتي على المستوى هتلاقي، او الشباب دخلوا طبعا في احزاب الانجليزيه واللغه الافريقيه وجميع اللهجات الافريقيه اللي هي بيتم التعامل بيها. حتى المناقشات اللي بتتم ما بين الشباب الافريقي وما بين البوابه في التعليقات والمطالب والتعليقات على المقالات، واحيانا بعض الشباب الافريقي بيكتب مقالات على البوابه بيعبر فيها عن رايه، فبالتالي هو بيتواصل بشكل جيد جدا مع يعني افريقيا، سواء بقى دول حوض النيل، سواء دول جنوب افريقيا، غانا، يعني كل الدول الحقيقه. جميل جدا بصراحه ان انا يعني بتعامل بشكل غير مباشر برضه. مثلا في شباب بيستعين بيها بيترجموا بيكتبوا لغات افريقيه ولكنات افريقيه، وهم شباب عندهم 20 و22 سنه ومصريين، بيستعين من كليات الاعلام، من كليات لغات الترجمه، من كل كليات الحياه. هو يعني شباب الجامعات ضمن مجموعه منتقاه من الشباب المصري اللي بيجيد اللغات واللكنات وبيكتب بيها على هذه البوابه. بصراحه يا فندم يعني زي ما كنت لسه بقول، مش شرط يبقى الكلام سياسه ومباشر، ممكن يكون كمان زي ما احنا بندعم العلاقات المصريه الافريقيه زي ما بندعم كمان التواصل ما بين الشباب وما بينهم وما بين بعض. يعني مش كل حاجه اتكلم سياسه خليني بالضبط كمان اتواصل مع الشباب الافريقي. لا هم بيتكلموا في كل حاجه، يعني بيتكلموا في اقتصاد، بيتكلموا في اجتماع ومواهب وفنانين، كل ما كل الافكار الشبابيه اللي بيتم طرحها ما بين الشباب المصري والشباب الافريقي. الحقيقه التفاعل ده البوابه بتقدمه بشكل جيد جدا بوابه شباب مصر. تواصل طبعا مع ثقافات مختلفة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ طارق رمضان الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، شرفتني عبر الهاتف. لسه مستمرين مع حضراتكم في همزة وصل، عايزين نروح نعرف آراء الناس على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا كانت عاملة إزاي، خاصة طبعا احنا بنتكلم على موضوع حلقة النهاردة تفاعل الشباب، عايزين نشوف تفاعل الشباب كمان معانا على صفحتنا على السوشيال ميديا. أحمد سليم بيقول إن الدولة في الحقيقة بتولي اهتمام كبير بالشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حريص جدا على الاهتمام بالشباب ودايما بيوجه لرعايتهم وتدريبهم لقيادة مصر في المستقبل. الخطوة اللي قامت بها وزارة الشباب عظيمة جدا، خصوصا إن الشباب أسهل طريقة توصل لهم بيها هي الأونلاين والتكنولوجي، بصراحة سهلت علينا حاجات كتيرة جدا. وفي حاجة لذيذة عاملاها وزارة الشباب دلوقتي في ظل كورونا، بتنزل فيديوهات لتمارين رياضية أيضا يوميا ممكن للناس إن هي تعملها في البيت. نروح مع بعض لتعليق لهناء محمد واللي بتقول خطوة ممتازة نحو التحول الرقمي، وزارة الشباب ورياضة من اسمها كده معنية بالشباب ولازم تبقى قريبة من فكرهم ومجتمعهم اللي بالتأكيد هتوصل لهم بسهولة عن طريق السوشيال ميديا. خطوة عظيمة، استمروا في التواصل مع الشباب أونلاين، ده مكانهم المفضل. أشكرك يا هناء على هذا التعليق وأكيد بضم صوتي لصوتك. ديفيد فايز بيقول مبادرة بتستحق الثقة وتفاعل الشباب على السوشيال ميديا.
أما وفيق الغمري فبيقول جميع الأنشطة اللي بتراها الدولة هي من أجل الشباب، حاضره ومستقبله. وفي تلك الظروف الصحية الصعبة اللي بنمر بيها يجب تعاون الشباب بأكثر جدية مع الحدث بمراعاة التدابير الاحترازية الصحية. كورونا still around, be safe, stay away, stay home if you can. كله بيقول إن الكورونا لسه موجودة، خليكوا في أمان، خليكوا بعيد، خليكوا في البيت لو تقدروا. في ظل مطالبتنا بالتباعد الاجتماعي الجسدي ما بين الناس، فإننا نطالب بالمزيد من التقارب البشري والروحي. نحتاج إلى أن نشعر ونحب ونراعي ونتفهم احتياجات بعضنا البعض. نطالب بمزيد من العطاء، حب وعمل وخير دون انتظار مقابل. الإنسانية بتحتاج اليوم للعطف والحنان والتضامن. دي كانت تعليقات حضراتكم اللي على طول بتهمنا طبعا ان احنا نقراها، ويهمنا ان احنا يكون في تواصل ما بيننا وما بينكم في همزه وصل. انا طبعا بشكركم على متابعه حلقه النهارده من همزه وصل، يا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. انا بشكر شكرا جزيلا كل المجهودات من قلبي والله اللي عاملاها وزاره الشباب والرياضه، لان الواحد بيحب قوي يحس ان فعلا في حد خايف عليه جدا. وحاجة جميلة قوي المجهودات اللي هم عملوها أونلاين، والحاجات اللي هم كانوا بيعملوها كمان قبل الأونلاين، ولكن بشكرهم على تسهيل التحول الرقمي. عايز أقول لكم موضوع حلقتنا بكرة إن شاء الله في همزة وصل، نعرضكم قدام حضراتكم. طيب أنا هقول لكم الموضوع سريعا، إن كيف يسهم أجهزة الدولة للمبدع الصغير في دعم ورعاية شباب المبدعين. محتاجين دعم، محتاجين تقدير. الدعم مش دايما دعم مادي، ولكن الدعم المعنوي أفضل بكتير. أنا بشكركم شكرا جزيلا، فريق عمل برنامج بيشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله، وحلقة تانية من همزة وصل وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.